والآن يحدثنا عن الصدام الثاني. تعاملت 5 بطولات أمم أفريقية ودخلنا على تصفيات مونديال 1966 اللي استضافته إنجلترا. الأفارقة برئاسة عبد العزيز سالم فوجئوا بالفيفا بيسمح بمشاركة جنوب أفريقيا العنصرية وقتها، واجتمع الأفارقة وقرروا أنه لهم طلبين عند الفيفا وإلا ستنسحب أفريقيا من الفيفا. طلبين كانوا أنه جنوب أفريقيا ما تشاركش في التصفيات، والطلب الثاني كان دايما لغاية سنة 66 ما كانش فيه مقعد دائم لأفريقيا، كان هو مقعد واحد تنافس عليه دولة من آسيا مع دولة من أفريقيا في ختام التصفيات. هم عايزين مقعد دائم لأفريقيا. طبيعي. الفيفا استجاب نص استجابة للطلب الأول ونقل جنوب أفريقيا تلعب في تصفيات آسيا أصلاً، مش في تصفيات أفريقيا. لكن رفض أن يبقى فيه مقعد لأفريقيا. وعاد الفيفا لنفس رؤيته القديمة أن الأفارقة بتوع كلام، وهم أقل من أن هم يهددوا الفيفا وأقل من أن هم يتحدوا الفيفا وأنه ما لهمش اعتبار يعني. فاجتمع العزيز سالم مع الأفارقة واتفقوا على موقف واحد وهو الانسحاب من تصفيات مونديال 66، وأصروا على هذا الانسحاب. وكانوا 15 دولة مشاركة في التصفيات، وانسحبت الدول الأفريقية، وقالوا أنه لو ما تمش تخصيص مقعد لأفريقيا ثابت ودائم في نهائيات كأس العالم، أفريقيا مش بس هتقطع التصفيات، أفريقيا هتنسحب من الفيفا. يبقى الفيفا لا يمثل كل قارات العالم. صحيح. واستجاب الفيفا بعد المونديال لما اكتشف انه الأفارقة دول بيتكلموا بجد، ومن سنة 70 بقى في مقعد ثابت لأفريقيا. مفيش مونديال من غير قارة، يعني في قارة ما مش بتلعب في المونديال. يعني هم أدركوا انه بيهددوا بينفذوا مش بتوع كلام. وبعد عبد العزيز سالم جه عبد الحليم محمد، جه تسيمة، تبادلوا رئاسة الكاف لغاية لما جت فترة السلام والوئام والوفاق مع الفيفا اللي هي فترة عيسى حياته. عيسى حياته ما كانش مهتم يعني مسألة تطوير الكرة الأفريقية أو حقوق أفريقيا، يمكن لأنه دول كانوا من المؤسسين اللي عاشوا الصراع عشان يعملوا بطولة الأمم وعشان يعملوا الاتحاد الأفريقي، فكان عندهم دايما الكبرياء الأفريقي وحسوا قد إيه هم المعاناة اللي عاشوها عشان يعملوا هذه البطولة وهذا الاتحاد، كان دايما عندهم الدافع للصدام. عيسى حياته جه كان الحياة بقى خلاص استقرت والكاف استقر وبقت أفريقيا بتلعب وبتشارك في المونديال، فما كانش فيه صدام. أو فده يرجعنا تاني لإنفانتينو اللي استلم المهمة من بلاتر يعني، وبلاتر كان دايما حاطط أفريقيا في جيبه، وأفريقيا ما بتقولش لأ، وأفريقيا ما بتتحركش ما بتعترضش على أي حاجة، وهي مخزن تجارب الفيفا. يعني دوري السوبر ده أوروبا رفضته، مش رفضته بس، رفضته وأهانته، لكن أفريقيا نجرب فيها دوري السوبر. عايزين نلعب المونديال كل سنتين، إنفانتينو يحاول يستردي أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا عشان يوافقوا، لكن أفريقيا معاه هتوافق مش هترفض. فحتى بلغت الذروة بقى في موضوع فاطمة سمورة، ودي كانت قصة غريبة جدا، وعين فاطمة سمورة تدير كرة القدم في أفريقيا. يعني بالضبط كده زي ما عملوا معانا في مصر في فترة الماضية يعني. فتشيفرين رئيس الاتحاد الاوروبي يعني استاء جدا ورفض، وقال ان دي اهانه لقاره باكملها، انه حتى لو كانت هي افريقيه اصلا من السنغال، وانه يعني ازاي يبقى في اتحاد افريقي منتخب المفروض انه يدير الكره في افريقيا، وتيجي امراه من الفيفا تقعد في القاهره هي اللي تدير شؤون الكره الافريقيه. صحيح. والمهم انه فاطمه مهمتها ما كانتش معروفه، ولما اعلنت انها مهمتها انتهت لانها حققت كل اهدافها دون ان تعلن
ماذا كانت هذه الأهداف ويعني نجحت في إيه؟ ما حدش عارف لغاية دلوقتي.